اشترى منهم العلي القدير الذي أعطاهم ومنحهم الجنة ووعدهم بالأمن والاستقرار في جنات النعيم. اللهم جاز شهداءنا الأبرار وزدهم تكريما وتعظيما في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما بقي من أهل الجهاد الذين كانوا سببا في نصر وانتصار هذه البلاد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم ولي على الجزائر خيارنا، وولي على ديارنا أفضلنا. اللهم ولي علينا الصالحين وارزقهم البطانة الناصحة الصالحة يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تحمي حدودنا وأن تأيد جنودنا وأن توفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وأن تجعل بين أيديهم وفي أيديهم الخير الكريم، وأن تحببهم إلى الرعية وأن تحبب الرعية إليهم. يا حي ويا قيوم، يا من إذا سألك العبد ورفع كفيه لا تردها خائبة. اللهم إنا نسألك النصر للجزائر، اللهم إنا نسألك الوحدة للأمة الجزائرية، اللهم إنا نسألك لهم الخير، اللهم إنا نسألك الفتح المبين، اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا وأن تجعلنا في 12 من ذي الصنبل كلنا حاضرين. اللهم إنا نسألك بجوامع الكلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. أيدكم الله يا مسؤولين وقواكم وجعل الخير على أيديكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.